للحديث عن ارتفاع الأسعار في العراق والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد رغم ارتفاع أسعار النفط، معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح حلو. دكتور صباح، بداية مرحبا بك. يعني رغم ارتفاع أسعار النفط ترتفع أسعار السلع والمواد الغذائية في العراق وتزيد من الأثقال على كاهن المواطن العراقي، رغم أن الحكومة تتحدث مرارا وتكرارا عن وجود تحسن ملحوظ في ملف الاقتصاد، يعني كيف تنظر إلى ذلك؟ حقيقة ظاهرة ارتفاع الأسعار في بدايات كل سنة من رمضان أصبحت ظاهرة واضحة في العراق منذ 2003 ولغاية الآن، وبمعنى أن لا توجد أي شكل من أشكال الرقابة الخاصة سواء بوزارة التجارة أو بغيرها من الرقابات المسؤولة عن غذاء المواطن. حقيقة هناك جانب خطير جدا وهو انخفاض التخصيصات خلال السنتين الماضيتين بحجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار النفط. هذا العام أعطى مؤشر في حالة من حالات الادعاءات والكذب على المواطن حقيقة. ونلاحظ أن ما حصل في مسألة انخفاض قيمة الدينار العراقي أدى ذلك إلى انخفاض دخل الفرد بنسبة تتراوح بين 20-25%، وهذا يعاني بداية كل شهر رمضان حقيقة، مع أن البطاقة التموينية ومفرداتها التي لا تتجاوز الأربع مواد ممثلة بالزيت والسكر والطحين، لاحظ هذه المواد فقط توزع ليس على مدى السنة أبدا، حيث أن هناك أستاذ يعني أستاذ صباح دكتور صباح، تحكم الأحزاب بالسوق العراقية، وهناك من يعني من المراقبين للشأن العراقي وكذلك المحللين الاقتصاديين يرون أن هذا التحكم هو الذي يجعل الحكومة عاجزة عن التحكم بأسعار السلع، هل ترى ذلك صحيحا أم أن الحكومة مشاركة في هذا الأمر؟ بالتأكيد الحكومة مشاركة في هذا الجانب، والدليل أن التجار بشكل أو بآخر لديهم خطوط تواصل مع قوى فاسدة من قبل الأحزاب المتواجدة في مفاصل وزارة التجارة والمواد الغذائية والتموينية. ولذلك نلاحظ لو نأخذ مثال 2021 خصصت للتموينية، خصصت الحكومة بحدود حوالي تريليون دينار عراقي، وهذا لا يكفي بحيث يكفي لمدة لا تزيد عن 3-4 أشهر التموين المواطن بالمواد الأساسية. ولذلك نلاحظ هناك تصريحات من قبل وزارة التجارة أن التخصيصات لا تكفي، وبينما لو نرجع إلى الوراء وهناك أيضا دكتور صباح، يعني هذا الارتفاع بأسعار الحبوب مع الأزمة الأوكرانية إلى أي مدى يؤكد فشل السياسات الحكومية بتحصين الأمن الغذائي العراقي؟ يعني الأمر ليس متعلق فقط في كل سنة بحسب ما يرى الكثير من المراقبين، يعني ليس متعلق فقط بشهر رمضان والجشع والاستغلال من قبل التجار، هناك أزمة أيضا دولية، أزمة عالمية، هل وضعت الحكومة الخطط من أجل يعني اجتياز هذه الأزمة واجتياز ارتفاع الأسعار نتيجة ندرة المتبقي أو ندرة المعروض من القمح؟ الحكومة حقيقة لا تمتلك أي خطط في عملية إنقاذ البطاقة التموينية أو العمل على رفع مستوى معيشة الفرد العراقي، والدليل أن مستوى معيشة الفرد أثناء مكان النفط بحدود حوالي 50 أو 60 والآن أصبح بحدود حوالي 120، لا تختلف بل بالعكس تزداد باستخدام التجار ومعرفتهم بضعف الحكومة في رقابته ووجود مصالحهم وأيديهم في مفاصل وزارة التجارة
يعملون ويسعرون كما يشاءون دون وجود أي رقيب أو محاسب في هذا الاتجاه. في هذا الإطار، يعني استمرار رهن الاقتصاد العراقي دكتور صباح، استمرار رهن الاقتصاد العراقي إلى الخارج، إلى أي مدى يهدد العراق على المستوى القريب والبعيد؟ ما يحصل حقيقة الأيام القادمة والأسابيع أو الأشهر القادمة احتجاجات كبيرة جدا قد تؤدي إلى أشبه بالانتفاضة التي حصلت في 2019، خصوصا إن لم تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها في توفير الكهرباء والمياه والخدمات والمجاري وغيرها بالتوازي مع الدخل العالي الذي سيدخل العراق. وكلنا ندرك حسب تحليلاتي قد يصل النفط إلى أكثر من 150 دولار خلال فترة الشهرين القادمين إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية. حقيقة هذا سيؤدي ذلك إلى إيرادات كبيرة، ولذلك نلاحظ الحكومة تعد فقط وعود وليس هناك شكل من إشكال التخطيط. بصفتكم خبيرا اقتصاديا دكتور صباح، ما هو المطلوب اليوم للخروج من هذه الأزمة؟ دكتور صباح، فقدنا الاتصال بالدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي، كان معنا عبر الهاتف من عمان. نشكرك شكرا جزيلا، ومتواصلون معكم مشاهدينا الكرام بتقديم استوديو رافدين.